وبنبقى بالسعودية مع حفل ليلة وطن اللي خبرناكم عن تفاصيله الأسبوع الماضي، واللي أحيا النجوم راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، داليا مبارك وعايد في اليوم الوطني السعودي يوم الخميس ب 23 سبتمبر، واستمر كمان بحفلتين تانيين بالويك إند، لكن سبق الحفل مؤتمر صحفي اجتمع فيه النجوم الخمسة ونحن كنا موجودين. كيف شفتوا اللقطات اللي انتشرت بالسوشيال ميديا؟ زي العسل يا عسل. جميلة بوجودك. حلوة. أي شيء منك أبو طلال حلو ما شاء الله. ضلوا من الشباب أبو محمد البرنس أبو بدر اللي تغلى علينا. تغلى تغلى. لا والله أبو بدر. إيه حق لنا حفان. حنا ديكور ديكور. وبهالطريقة الحلوة اجتمعوا النجوم الخمسة راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، داليا مبارك وعايض بالكواليس قبل ما يطلعوا على الجمهور السعودي وينوروا المسرح بهاليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تنوع السعودي الجميل وأعلانكم هي أكبر تنوع. الحمد لله الحمد لله صراحة بتعاون الجميع يعني النجاح جماعي من الشعراء من الملحن نواف من طبعا ملحنين صح وجهود ما شاء الله المجاميع اللي شفتوهم هذه الأطفال والشباب الله إن شاء الله بس اليوم تشوفون عرض يسر الجميع إن شاء الله. وليلة وطن ضمت 11 لوحة غنائية استعراضية بمشاركة لأكثر من 300 مشارك من أبناء وبنات الوطن، ومن أبرز الأغاني كانت أغنية سم واكتب يا السعودي يلي جمعت الخمسة فنانين مع بعض ومن كتابة الشاعر أحمد علوي. وأكيد فرحة ماجد المهندس ما بتنوصف بهاليوم، ولهذا السبب حب يعبر عن سعادته بالمشاركة بهالليلة الخاصة. فرحة وطن وليلة وطن سعيد يعني الحمد لله راحت الغمة وقدرنا نجتمع ونلتقي جمهورنا مع الفنانين الكبار وزملائي بعمل وطني جميل وإن شاء الله يا رب دائما نجتمع في سنوات. وطبعا ما نسي إنه يوجه معايدة خاصة للسعودية عبر كاميرا ترندينج. كل عام وطننا الحبيب مملكتنا الغالية بألف ألف خير، كل عام وسيدي خادم الحرمين الشريفين بألف ألف خير، كل عام وولي عهدي الأمين بألف ألف خير. الله يديم الأمن أولي الأمان على مملكتنا الحبيبة ويبعد عنها الشر ونشوفكم دائما بخير وصحة وعافية يا رب ودائما الأفراح إن شاء الله. والأفراح كملت كمان بأغنية بنت الوطن اللي قدمتها داليا بهاليوم، وتميزت أكثر بهالحفل كونها أول فنانة سعودية بتشارك بحدث مهم جدا. وقدموا كورال نهمة جروب لوحة عبارة عن ميدلي لأشهر الأغاني الوطنية. هذا غير اللوحة اللي بعنوان الصفوف الأمامية اللي هي تحية شكر موجهة لخط الدفاع الطبي الأول في السعودية واللي مؤلف من أطباء وطبيبات وأطقم وكوادر طبية تقديرا لتعبهم الكبير بمواجهة جائحة كورونا. واو، وأنا طبعاً أتوقع يعني إنه هذا هو الحفل الأضخم في هذه السنة ليلة وطن مع النجوم الكبار هذولا، وطبعاً أكيد يستاهلوا كل التحايا. مظبوط، يعني بيستاهلوا أكيد كل التحية لكل الجهود اللي بذلوها، يعني الحفل أكثر من رائع. جميل. الحفلات اليوم الوطني بالويك إند، حفلة عبادي الجوهر اللي كان ترند بحفلته اللي أحياها مع أصيل هميم في جدة سوبر دوم، وقدم خلالها مجموعة من أبرز أغاني اللي تفاعل معها الجمهور
وردد معه. وطبعا من أبرز اللحظات اللي تكلموا فيها الناس على السوشيال ميديا هو تأثر عبادي لما غنى أغنية تغيب الناس. وفي بعض الناس حللوا أنه عبادي استذكر زوجته اللي توفت في عام 2006، ومن بعدها طبعا اعتزل الفن لمدة 3 سنوات حزنا على فراقها. بتفاصيل الحفل، أصيل هميم افتتحت بمجموعة من أغانيها يشبه قلبي، قد العطا، خلك بحر، ورجاوي، والجمهور كان كتير متفاعل معها. ولما خلصت فقرتها الغنائية طلع عبادي على المسرح وفاجأ الجمهور سوا بتقديم أغنية طلال مداح من بعد مزح ولعب. السلطنة، إيش الإبداع هذا؟